مباشرة سوزا على التنفيذ لخور فكان عالية وعرضية، الكرة السلام لفريق متصدر أن يقع في سوء التغطية هذه، ولكن خور فكان يسجل الآن ويتوعد حمدان. يقول جاسم يعقوب ليصبح الآن بمهاجمين، لدينا الآن خطأ، كرة اللعب للأمام خطيرة، الله الله الآن عاد أبناء الخور، قلصوا الفارق أبناء الخور، ما عجز عنه المهاجمين تكفل به المدافع. 34 سنة تلف فايز كرة اللعب الآن بالرأس، الله عن طريق حمدان البارود، إذن هو من يسجل الهدف الثاني. بالتأكيد ستكون ممكنة في هذا الملعب لكي يحضر جماهير في هذه المباراة. لدينا هنا انزلاق جسم، الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. ليوناردو المدافع باتجاه ديوب، شوف القوة، شوف البنية، شوف التحضين، شوف الوقوف على الكرة، بعد ذلك اللعب إلى خارج أرضية الملعب. لفريق الضفرة خلاص الآن ما في مجال لنزيف في النقاط، يعني على مستوى أيضا القاعة وعلى مستوى الصدارة. التعادل سلبي ما بين الفريقين، كرة ملعوبة لطارق على الجهة اليمنى، طارق بيحاول يتخلص، طارق ما زالت الكرة معاه بيحافظ عليها. الثاني كرة بتاعت فيليبي، منعطف مهم، تألق محمد الشمس وشيل انفراد، ضياع الكرة بتاعت فيليبي لها دور كبير في المباراة، لكن يبقى الحال على ما هو عليه. بل عنده رؤية كويسة ولعيب هايل، تمشي على طول الكرة الثانية في الجانب الأيسر، واحد ضد واحد، منتصف أحداث الأفطايم الأولاني، التعادل لسه سلبي قائم بالأهداف، تمشي عن طريق اللاعب رقم 60. فاز بكل سهولة عن الجيرة في ثلاثية في الدور الأول في فترة الشتاء، هذه كرة في محاولة أمام المرمى لكن البارود يبعدها قبل أن تصل. محاولة لكاراسابيا، كاراسابيا لقلم لليوناردو، ليوناردو يا لعيب يا ليوناردو الحلو. هل يحافظ الشارقة على اللقب الذي فاز فيه مع العنبري في الموسم الماضي؟ كل ذلك مع نهاية الموسم، الله كرة. كل لاعبين الجزيرة متراجعين، ملعوبة مرفوعة، تبعد من مراد، لا زالت داخل المنطقة، الله حاول الآن وكرة تتخلص، تعود من جديد الآن لمصلحة خور فكان، لمصلحة العين، خلاص تقريبا المباراة منتهية، ما ننتظر تعثر العين في مباراة اليوم. العين يرفض على موعد مع تشكيل خطورة، ما دامت عند إسماعيل يعني الخطورة قائمة، لكن قراها عدل، قراها عدل حمدان البط. حارس اللي تألق من أمام أقدام إيلتون فيليبي، ولازلت أقول أن كرة فيليبي مفترق طرق رهيبة في المباراة، وعطفا على أداء ممتاز جدا للنادي. ترجع كرة تانية على طول عن طريق ميلوش، يلعب الكرة عابرة للقارات أقصى الجبل يومنا تاني، محمد ربيع، محمد ربيع يمشي على طول الكرة تاني لفة الوسط الجبل، يمرر الكرة لمحمد إسماعيل، محمد إسماعيل لفراس العربي، هذه خطيرة أمام المرمى، تبعد من أمام فراس إلى خارج أرض الملعب. في وسط الملعب شيل الكرة تاني على طول عن طريق جبل يسرى بتاعة الباولو فيكتور، باولو فيكتور حمدان البارود، حلوة جدا حمدان يمشي بقى على طول. يعني من فريقين يعني قويين في هذا الموسم، الامبراطور الوصلاوي وكذلك فريق نادي الوحدة، تخليص كرة بشكل جيد للبارود. اللاعب ابراهيم اليعقوبي اصبح الان في اللف الناحية الشمال بالنسبة لهذا الفريق، اول موسم لسنينو 2019 مع نادي الجزيرة، وده الموسم
لا زال امامنا دقيقتين، محاوله وحداويه من جانب جواو ماركوس ليما اللاعب الذي يتحرك خلف كان انخل يرسل لك كره الى الامام. انخل وصلت في مكان لجواو بيدرو، هذه تبدو خطيره لو مرت في المنهالي، لكن الكره الى خارج الملعب. وعوده الاسماء التي بالتاكيد يضعها سيد سنار، يعلم تماما خطوره الموقف. مينا في محاوله لكن الكره تتحول لركله ركنيه كما شويه في المباراة الآن بلديتين، محمد ربيع من الأوفر لاب جميل الكروس باص العرضية محمد ربيع، لكن في الأخير الكرة إلى ركلة لعبة خطيرة أصبحت لجواو بيدرو، تمريرة جميلة عرضية خطيرة للوحدة تبعت في اللحظة المناسبة، هو المدافع في الجهة اليمنى، لمسات وحداوية إلى القائد إسماعيل مطر، إسماعيل لمسة محاولة فرصة إلى خارج أرضية الملعب. راشد تبعد الآن تصل لخليل سيطر على كرته يبني عليه للجولة القادمة والقادمة والقادمة والقادمة، لأنه أربع مباريات تبقت لفريق الفجيرة. الجولة القادمة يلعب أمام الكرة بيخلصها المدافع حسن زهرة، بيستعيد هذه الكرة أوسو روسا. الأربع دقائق انتهت تقريبا، ربما هي آخر محاولة لمصلحة فريق عجمان إنما أراد العودة للمباراة، لكن هناك مباراة أخرى في حسين. كرة في الجهة اليمنى خالد ناصر، جوستافو، تبديلات بإمكانها أن تصنع الفارق بالنسبة للمدرب أيمن رمادي. كرة إلى خارج أرضية ملعب رمية تماس، كم حقيقة يبشر بالمستقبل الجيد الحكم خالد الضايع. انتهى وعندنا كرة موجودة لمصلحة الاتحاد، خطيرة فرصة وأحمد شابه، أحمد شابه نادي الشباب لنادي الاتحاد سلبم، الفرسان يبحثون عن هدف الاثمينون ونادي الاتحاد سلبم يبحث عن هدف. إسماعيل يقاتل إسماعيل مع عبدالله ناصر، عبدالله ناصر لا زال يقاتل عن الكرة، تقطع الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مزدوج بين المدافع وليد الحمادي، وبالتالي الكرة بتضرب بحارس المرمى علي الحوسني وتكمل طريقها مع خالد العثري. خالد العيناوي الشاب، يا سلام، أمام المرمى ولكن الكرة ما مشت. مميز الولد بذكريات 2007، يا لها من ذكريات يتذكر الوصل، إنجازه الأخير في بطولة كأس رئيس الدولة. بالفعل لفريق الفجيرة، فجيرة طبعا حل ثانيا في مجموعته خلف الوصل. مغايرين هنا كرة مرفوضة لهذا مينيديز، يرسل الكرة خطيرة محاولة لكن إبعاد ممتاز من بارود. فين هنا ممتاز، لا مركزية ممتاز داخل العمري هنا، أي حد يغطي مكانه على طول ياخذ باله. لاعب فلاح وليد يمشي خلف كان ممتازة والحكم ما يديش حق. جد الكرة لصالح فريق نادي النصر، طلب الكرة كامل تيجالي، الكرة تعود وتتخلص من قبل دفاعات فريق نادي فورفكان. الخدمة الوطنية، الكرة تعود الآن لخمد أموت، لذلك عزز الصفوف. هذه الفرق ما حصلت على تصل ثاني الان باتجاه حارس المرمى، بشكل ممتاز من دفاعات فريق عثمان. تلعب وليد خالد مع حمدان، خلصها من امام حمدان على طول. الكره ثاني في وسط ملعب امامية محمد عبد الرحمن، يا ولد ملعوبه مقطوعه ثاني لدفاع الخور في وسط ملعب. في الجانب الايسر من ملعب المباراه بالمناسبه راميرو لعب سابق لجريميو بورتو أليجري، كره للامام لكن التغطيه ايضا من دفاع خورفكان، تصل هذه الكره جت انخل يرسل الكره الى الامام، انخل وصلت في مكان لجواو بيدرو، هذه تبدو خطيره لو مرت في المنهالي لكن الكره الى خارج الملعب. محمد المنهالي كره لانخل، بيرسل الكره على الجانب الايمن، محاوله لكن بالطول من بعده من حمدان البارودي لها، بتتخلص من فارس، فارس أحداث في
بالانطلاق الى الامام. هنا محاولة وحداوية الى القائد اسماعيل. اسماعيل يحاول الحفاظ على الكرة. اقرب يراقب رافائيل دودو، راقب اسماعيل الحمادي، راقب باولينهو، راقب هكذا اسماء مهمة ومؤثرة. كرة موجودة. تأثر هدف سجله طبعا فريق نادي خرفكان في المواجهة ما بين الفريقين. سدودو ايضا في كما ذكرت على مستوى البطولة في كأس الرابطة بعد ان تفوق على فريق نادي الوحدة وابراهيم اليعقوبي هو اللي حيصبح الان باك شمال لنادي خرفكان. ابراهيم اليعقوبي يمشي على طول الكره تاني طويله امام تيم رياح اللي وجد العين ضالته الحقيقه. كره عاليه عرضيه للعب السلام مره ثانيه السلام بالنسبه للمدرسه والاكاديميه. يمشي عبد الله واحد منهم ابي دويابي. عبد الله يلعب عبد الله لكن مقطوع الكره تاني ويطلع الدفاع. خمس دقائق اولى مع انطلاق الشوط الثاني. يفكر في بالزج بدماء جديده في ارضيه الملعب لكن هذه اخطر ولكن فصل هنا لي جميل. اشتغلوا كده حلو قوي 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 جميل. الله الله يلعب الكره ثاني على طول عن طريق جواو بيدرو. لعب كتير جدا بيبوظ بالتحركات يا جماعه في لعب الدقيقه الجميله اللي شاهدناها من فريق نادي خرفكان في اللقاءات الماضيه. تصل الكره من جديد لمصلحه اسامه رشيد. يلعب لكره الرحيمي. سفيان الرحيمي ينطلق البارود اعادها لديدا. ديدا بشكل مغالي. يلا يا شو اسم علي. العرضيه وحش العرضيه وحش قوي يا يوسف. ارفعها شويه يا ركن. ارفعها شويه يا يوسف. تمشي على طول الكره ثاني دفاع روبن. الزيودي عامل موسم ممتاز. الزيودي واحد من العناصر المهمة التي نعدها هنا لما يكون تكون الإدارة تلبي رغبات المدرب ويكون المدرب آت وحاضر للعمل. العمل كرة بتاعت فيليبي منعطف مهم. تألق محمد الشمس وشيل انفراد. ضياع الكرة بتاعت فيليبي لها دور كبير في المباراة لكن يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة للستة اللي في الأمام. بينما النهاردة الحقيقة ممتاز ونرفع القبعة ونقول برافو شابو لنادي خرفكان على أدائه الجميل النهارده. تاريخ باتجاه أحمد شابي. أحمد شابي يتصدى لقاعدة إطلاق صواريخ موجودة في محمد إسماعيل. درسة طويلة للأمام. تعود من جديد الآن انطلاقة أمامية. بتخلص هذه تمرير أبو الزايد. كرة اللعب الآن إسماعيل حمادي بشكل ممتاز. لعب كرة تعود من جديد. خطيرة هذه خطيرة هذه الغافري. الله مرسية ولكن تبعد أيضا إلى خارج أرضية الملعب. 5-1 5-1 أيضا كان للاعب دودو منها هدفين ورامون لوبيز هدف في تلك المباراة. وعربي العبيدي فتحي العبيدي الذي يقدم ايضا اداء ممتاز وبقياده واحد من ابرز المحترفين في دوري ادنوك. نتحدث عن البحريني الجن شباب الاهلي في 2016 2017 والوحده كان في 2017 2018 وفي 2018 2019 حقق البطوله. شباب يسعدهم ويهديهم البطولات. نعم اول بطوله دوري كانت مع مفقود 2011 في بداياته مع براغا وثاني بطوله كما ذكرت. شاهدنا الفجيرة يتقدم في اكثر من مناسبه. شاهدنا الفجيرة بينما هنا محاوله لكن الكره بتتخلص من قبل المدافع. شاهدنا الفجيرة هناك بعض هناك بيضة هناك نيف. كل هذه في لغتنا العظيمه اللغه العربيه لغه القران الكريم. اماميه ترجع مره ثانيه من قبل عناصر لاعبي فريق نادي حتى. الكره في وسط الملعب. ويليام فارياس موسوندا تعود الكره لمصلحه فريق نادي الفجيره. تبادل الكرات لكن هناك بعض هناك بيضة هناك نيف. كل هذه في لغتنا العظيمه اللغه العربيه لغه القران الكريم. اماميه ترجع مره ثانيه وسط الملعب. هذه الكره تصل في مكان محمد سبيل. تمريره يحاول فيها من هناك فابيو ليما لكن مقطوعه هذه الكره من امام ليما الذي فابيو ليما حاول فيها. ليما الان يتقدم ممكن هذه ليما الان لا زالت الكره معاه.
خارج أرضية الملعب ضربة ركنية ألغى ركلة الجزاء بعد أن شاهدها لأكثر مرة. هنا الكرة الآن خطرة المحاولة حارس المرمى خرج المرمى بشكل عبد كلبة والمدرب الذي سبق وأن درب طبعا نادي بنياس في فترة سابقة. هذا كايو في التقدم كايو والكرة من حمدان البارود إلى خارج جيد على مستوى التمريرات باستثناء كرة منصور الماضية. الآن يتقدم من كايو يحاول لكن أيضا مضغوط عليه. لازالت المحاولة الآن وكرة ملعوبة عرضية خطيرة هذه الغساني تصل لتيقالي تيقالي تبعد من أمامه تبعد من أمامه حمدان الآن الكرة ملعوبة الآن من جديد لنادي العين لاباكوجو لاباكوجو يحاول وتخليص الكرة بشكل سريع وصلت لبندر الأحبابي. خطورة بندر في هذه المباراة لم تظهر بالشكل الواضح وبالتالي يعني خف عالي في وسط الملعب رأسية بعد ذلك بتمر أبو بكر خطير داخل المنطقة يحاول عن كرة تتخلص تعود من جديد لمصلحة فريق عجمان عرضية قد رمية تماس لسهيل النومي سهيل النومي أحمد شادة ينطلق لوحده لكن تدخل ممتاز من ماجد المحرسي من حمدان البارود بيلعبها أمامية إلى الأمام جو بيدرو. اتحاد كلبة في هذا الموسم يبحث عن الكرة الآن لمصلحة نادي العين كايو والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب في الجهة اليسرى ملعوبة للأمام لا زالت خطيرة والفرصة قريبة من منطقة الجزاء. حال السقوط الحكم أشار إلى استكمال الكرة أهمية جواو بيدرو الجزيرة اللي حتى الآن متقدم على الفجيرة بهدف من البخيت دانيال أمورا في كل مكان خطأ دفاعي ممكن يكون قاتل انطلاق الهجوم والفرصة الآن ستكون عن طريق السادة كريستيانو ما يكون التبديل موفق في بعض الأحيان يكون التبديل في قمة الروعة والوقت المناسب الوصل ما في شك أبدا يوسف الزعابي كرة بتلعب أمامية محاولة تعاد الكرة ترسل الكرة أمامية بالخطة وصلت إلى روزوفيل روزوفيل يلعب الكرة لخالد بوطي خالد يلعب الكرة الأمام جواو بيدرو تقسم من جانب البارود حمدان هذه وفي المباريات الخمس اللي ذكرتها تحديدا كرة وصلت من جديد لكن ايضا بتتخلص لكن يجب على حمدان ان يكون حذر لانه يملك بطاقه صفراء هنا في التغطية عادت هذه الكره لياندرو يا سلام حمدان البارود بالشكل الرائع في خلص هذه الكره من امام لياندرو في الاخيره موسم 2018-2019 البطوله اللي اكتملت وليس بطوله الموسم الماضي ايغور كورنادو